Hi, I'm Abby Omegad. I'm a second year management student and a fundraising member. Before I talk about anything, I just want to say something to Amy Enners. السنة دي بجد بين فاميلي تو مي. في الأول ما كنتش حاسة إن أنا أعرفكوا قوي أو ما كنتش حاسة أصلا إن أنا part of GCMEN. وبعد كده لما ابتدينا الجو تو جو كافيه وابتدينا إن إحنا نتعامل مع بعض ونعمل كل حاجة مع بعض وكل حاجة بإيدينا, فحسيت بجد إن أنتوا يعني حسيت إن إحنا we're friends, we're more than friends, و I'm so happy to be يعني part of this family. Thank you so much for wishing me happy birthday. انبسطت قوي. تاني حاجة the good to go experience. هو قلتو يعني أول ما دخلت fundraising كل الناس كانت قاعدة بتقول لي إن دي أصعب function وإن أنت يعني تعبي فيها قوي وبتاع, وفعلا أنا حسيت إنها أكتر شغل. بس الفكرة إن في الأول كنا ما بنعملش حاجة غير إن إحنا بنشتغل بس, فـ I was very demotivated. فكرت حتى إني أسيب يعني أمي أقل عشان حسيت إنه مفيش حاجة بتحصل تاني غير إنه شغل وميتنجز وكده. وبعد كده مرأي قال لي ان احنا هنبتدي نعمل اللي هو الجود تو جو كافيه وان اني ان فان ريزنج هو المسؤول عنه. ابتديت بقى اللي هو نكلم كيترز وكده, ابتديت احس الموضوع تاني بقى احسن, وان يعني ابتديت اشتغل وفي نفس الوقت ابقى هابن فيل فروم اذر كوميتيز برضه قاعد يشتغل معانا بتاع. ابتديت اعرفهم بجد, انا مبسوطه قوي دلوقتي واي فيل بلونج يعني فاينلي. و الجود تو جو ات واز ا فيري سكسس, وان هاد بداية يعني 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 ان هو كان احسن من جود تو جو السنة اللي فاتت, واحنا عملنا بروفيت اكتر. فانا بجد اي فيل ذا سنس اوف اكامبلشمنت, هي دي اكتر حاجة ان انا بس مش طالعة من اني ان فريندز وكده, انا طالعة حاسة ان انا عملت حاجة والسنة ما عدتش شيء كمان. بس ثانك يو. دونت ايفر ثينك ان انت وانت في الجامعة بس يو ميك فريندز او توتوريالز او من الفاكولتي اللي انت فيها. You can make friends at any time, at any moment, without even knowing that you're gaining those friends. And that's what happened to me. And I'm very grateful for this experience. And to fundraising committee, I've got Bahiboko. Yeah, you were more than friends to me. You were more than brothers and sisters. Thank you.